ينسانا الشر، لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا، لن ينسانا الله. السلام عليكم غزال ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ امركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد. المهم ما تبخلوش على اختكم بواحد لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وشغلوا السرسار باش يوصلكم اي حاجه جديده ان شاء الله نزلتها. المهم اليوم بغيت نشارك معكم طريقه عمل الجبن سائل في الدار بمكونات جد بسيطه ومتوفره في كل منزل. تبعوا التفاصيل وعاجيكم بحال هكا. انا كيعجبني الجبن بحال هكا يكون سائل، كاين اللي كيعجبو ناشف. المهم انا عندي الطريقه ديالي هكا وكل واحد واش كيعجبو. المهم خليكم معايا في التفاصيل ونعطيكم المقادير. نبداو على بركه الله في المقادير. كنحتاج هنايا نسيت رود حليب، غنديرو يغلى. المهم غنخليه حتى يغلى وغنوريكم شنو غنزيدو ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا. وهنا غنحتاج واحد زلافه ديال اللبن يعني صغيره. انا على نسيت رود الحليب عندي زلافه صغيره، وانتم الا درتو يترو يعني غتضوبلو المقادير. انا عندي شويه جبن ما عندرتش بزاف، وانتم الا درتو يترو ديروا جوج زلايف ولا القياس اللي خصكم. المهم هنا من بعد ما غلى لي داك الحليب طفيت البوطه، وغنشبر هذيك الزلافه ديال اللبن وغنخويها عليه، وغنبقى نشبر هذاك اش كيقولوا البشلاط بحال هكا بحال هذه الطريقه بحال اللي كندير انا. كنخوي شويه وكندير بحال هكا. نتوما كتشوفوا الحليب راه كيتقطع لي يعني بحال كيتكتل كيولي كتل. المهم نتوما معايا في التفاصيل ان شاء الله. المهم غنستمروا بنفس الطريقه اللي كندير انا. هنا غنشبر صفاي وغنكفي هذاك الجبن ديالي يتصفى، وهذاك الماء ديالو غنخليه في جنب حيت انا باقا نحتاجو. بغيتو ديرو في خرقه الحياه يديروه، انا غنخليه هنا في الصفاي نصفيه واحد شويه ونولي نرجع له ان شاء الله، ونوريكم شنو المواد اللي غنزيد نضيفها ليه. المهم انا غنخليه يتسقطر ونرجع لكم ان شاء الله. هنا في هذا الجبن انا غنضيف الزبده اللي كناكلوها، ماشي الزبده اللي كنديرو بها الحلوى، كناكد عليكم باش يلزق لكم هذا الجبن. يلا معايا تكملوا معايا التفاصيل. المهم هنا الغزاله ديالي من بعد ما تسقطر هذاك الجبن ديالي، دابا غنضيف له المكونات. خليكم معايا باش تعرفوا المقادير اللي غنزيدو. يعني هنا غنضيف له الطرف ديال الزبده، الزبده اللي تكون كدوب ماشي الزبده ديال اللده ما كتجيش مع الجبن، ومعلقه ديال الخل وقبيصه ديال الملحه، وغنشبر الطراب بحال هكا يعني غنطربو مزيان. وغنضيف عليه الا شفتوه باقي ثقيل عندكم ضيفوا عليه شويه شويه ديال هذيك الماء ديال اللبن اللي صفيتو قبيلاتي. وحنا كنطربو بالطراب صراحه كيجي زوين، ولكن كنصحكم الزبده ما ديروش الزبده ديال اللده. انا جربته وما جاش الزبده ديال اللده، من الاحسن تكون الزبده اللي كدوب يعني بحال ارض الغرفه. المهم بعد ما طحنت المكونات كاملين بهذه الطريقه، دابا غنشبر جوج طويصات بحال هكايا، ولا عندكم الطاسه نتوما لكم حريه يعني محكمه الغلق يعني كتغلق. غنكبو في هاد الطويصات هكايا وغنغلقهم، غنخشيهم في الثلاجه، غنخليهم 24 ساعه في الثلاجه حتى يوجد لي هاد الجبن. المهم نتوما شفتوا طريقه مبسطه وسهله وكيجي زوين. انا كيعجبني الجبن سائل فهمتوني، كاين اللي كيعجبو ناشف، كاينه طريقه اخرين بزاف يعني الطريقه ديال توجد اللبن يعني عالم لا نهايه له، كاينه بزاف كتختلف الطرق. المهم انا جبتكم الطريقه ديالي، الا عجبتكم جربوها، ما عجبتكمش لكم حريه الاختيار. المهم انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه درتها. والمهم هنايا من بعد ما بيتو ليله كامله في الثلاجه، هانتوما كي كيجي، هانتوما شفتو قبل كي كبيتو، دابا هانتوما كي كيجي حتى في المذاق البنات كيجي زوين ورائع. نقول لكم شي حاجه كيجي زوين يعني الانسان ما يخسر والو لا عدلو في الدار. الصراحه نتوما شفتو طريقه جد بسيطه وما فيهاش التكلفه بزاف،
يعني كلشي متوفر عندنا الحمد لله، بلادنا بلاد الخير. والمهم كنتمنى اخوتي تجربوه وينال ارضائكم، ونكون في حزن الظن ديالكم، وما تبخلوش على اختكم بواحد لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وشكرا لكم جزيل الشكر على الدعم ديالكم، ونستناو جديد كيما عودكم دائما مع شي حاجه سهله وبسيطه بمكونات متوفره في كل منزل. نخليكم مع احبابي في امان الله وحفظه، الى فيديو مقبل ان شاء الله، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. مع السلامه احبابي.